أنا هي حوالي طالبة سات من السنة الماضية ومتطوعة فريق الهيئة الطلابية بجامعة غازي عتاب. بهذا الفيديو رح أحكي لكم عن امتحان القبول الجامعي الثاني اللي بتركيا. هلأ طبعاً الامتحان الأول هو اليوز، رح أحكي لكم اليوم عن امتحان السات. شو هو السات برأيكم؟ في كتير طلاب عندها استفسار عن امتحان السات، بهذا الفيديو رح أشرح لكم كل شيء عنه. هلأ السات مختصر من كلمة SAT. هذا الفحص هو فحص لقبول الجامعي، أصله من الجامعات الأمريكية. الطلاب الأمريكيين بدرسوه بالمرحلة الثانوية، وهو كمان منتشر بالدول العربية وخصوصي بالجامعات التركية بهي الفترة خلال من سنتين ثلاثة، لأنه صار في كتير زحمة على الجامعات التركية، زحمة تسجيل يعني على الجامعات التركية، وصار في كتير ضغط. مشان هيك الطلاب الأجانب صاروا يدرسوا فحص السات أو فحص اليوز لحتى يصير عندهم نسبة قبول أكتر لحتى يقبلوا بالجامعة. هلأ فحص السات مجموعه رح يكون من 1600، ورح يكون مدة الفحص 3.5 ساعات، ورح تكون إجرة الامتحان $90، حوالي يعني تقريبا $90. هلأ مدة الفحص فيكم تدرسوها حسب، هي طبعا حسب مستوى كل طالب، أساسه باللغة الإنجليزية وأساسه بالرياضيات، بس بالمعاهد يعني بشكل عام بيدرسوها من 5 لـ 6-7 شهور يعني إن كترت. هلأ الأشهر رح أحكي لكم عن أشهر اللي بيقدموا فيها فحص الذات، هنن 4 أشهر: الشهر الثالث والشهر الخامس والشهر العاشر والشهر الاثناش. وأشهر المراكز اللي بيقدموا فيها الفحص يلي بنعقد فيها فحص السات هنن مركز جامعة اسطنبول وجامعة بورصة وجامعة أزمير وجامعة أنقرة. هدول أكتر مراكز مشهورين بيقدموا فيها الطلاب فحصون السات. وكمان هلأ كمان رح أحكي لكم معلومة، إنه ما في عنا بالسات إنه 4 أجوبة غلط بيروح 1 صح، هذا الشيء موجود بس باليوز. وهلأ السات بينقسم لقسمين، قسم سات 1 وقسم سات 2. رح أحكي لكم أول شيء عن سات 2 لأنه هو ما كتير إنه مطلوب بالجامعات التركية، فرح أحكي لكم عنه لمحة كتير صغيرة. هلأ هو مقبول لجامعتين أو 3 يمكن بتركيا، مو أكتر إنه بياخدوه. هو فيه كل المواد، نحن بنختار مادتين بندرسهم وبنقدمهم بالفحص، وإجرة الامتحان حسب كل مادة نحن بنقدمها. هلأ رح نجي على السات 1. شو هو السات 1؟ المواد اللي فيه للسات 1 هن المادتين أساسيتين، هن الماث والإنجليش. الإنجليش بنقسم لريدينج ورايتينج. هلأ أنا رح أحكي لكم كيف بيجي بالفحص أقسامه. بيجي أول شيء 4 أقسام هن: القسم الأول ريدينج يلي هو قسم القراءة، رح يكون في عندكم 5 مقاطع، بكل مقطع فيه من 10 لـ 11 سؤال. مدة قسم الريدينج يعني رح تكون شي 65 دقيقة، وكمان المقاطع رح تكون متنوعة يعني بتحكي عن الآداب الأمريكية والتاريخ والعلوم وهيك يعني. هلأ بعدين في بريك بين قسم الأول الريدينج والقسم الثاني الرايتينج، رح يكون في بريك 10 دقائق. بعد الـ10 دقائق ندخل نرجع ونكمل قسم الرايتينج. قسم الرايتينج رح يكون فيه 4 مقاطع، بكل مقطع فيه 11 سؤال، مجموع الأسئلة يعني رح يكون 44 سؤال. المدة رح تكون، مدة الفحص يعني رح تكون 35 دقيقة. هلأ قسم الرايتينج هو بيعتمد على قواعد، لازم يكون عندك قواعد باللغة الإنجليزية، لازم نصلح نحن مثلا بالنص، لازم نطالع الأغلاط الأخطاء ونصححها لحتى يكون النص بشكل أفضل، إنه بشكل صحيح أكثر. بعدين بنجي للقسم الثالث واللي هو الماث. هلا القسم الثالث والرابع هن الماث. هلا القسم الثالث رح يكون فيه 20 سؤال بـ25 دقيقة، وما بصير نستخدم فيه آلة حاسبة القسم الثالث. بعدين مثل ما قلنا 25 دقيقة، بعدين رح يكون في بريك بين القسم الثالث والقسم الرابع، البريك رح يكون 5 دقائق بس. بعدين بعد البريك رح ندخل للقسم الرابع،
القسم الرابع رح يكون فيه 38 سؤال ب 45 دقيقة، ومسموح الآلة الحاسبة إنه نستخدمها، يعني بصير نستخدم الآلة الحاسبة بس بالقسم الرابع، بس مثل ما قلت لكم القسم الثالث ما بصير نستخدمها. الأغراض اللي لازم تكون موجودة معكم بالفحص أوراقكم الشخصية وقلمين رصاص ومحاية وآلة حاسبة. هلا الجامعات، أكثر الجامعات يلي بنقبل فيها فحص السات، رح أحكي لكم أشهر شي، يعني في جامعة اسطنبول وجامعة كرابوك وجامعة غازي عنتاب وجامعة حران وجامعة الفرات. هلا هدول الجامعات اللي بنقبل فيها صار في كتير طبعا، بس انه بعطيكم كم جامعة يعني كلمحة. وشو كمان رح اعطيكم نصيحتي، انه منشان الريدينج لازم تقروا كتير كتب وكتير روايات بالانجليزي لحتى تكون قراءتكم كتير سريعة وما تضيعوا وقت. وقت رح نقدم الفحص ما نضيع وقت بالقراءة، لازم نكون كتير قراءتنا سريعة، ولازم نكون كتير نعرف كلمات بالإنجليزي لحتى نكون إنه فورا نفهم النص ونعرف شو طالبين منا، إنه شو بيحكي النص. ومنشان قسم الماس لازم، هلا قسم الماس هو كتير سهل، هو عم يحكي عن أساسيات، هو عم يحكي عن الرياضيات يلي قاعدينه نحن كله بالمراحل الثانوية. أبدا مو شيء يعني أبدا مو شيء صعب، ابدا مو شيء صعب، بس بده كتير تدريب وكتير تمرين. هن الرياضيات عم يحكي عن المعادلات بالدرجة الثانية، وعم يحكي كمان عن اساسيات الهندسة واساسيات الحجم والمساحة، بس هيك يعني شغلات ابدا مو عميقة. بس مثل ما قلت لكم الشيء اللي بنخاف منه هو الوقت، مشان هيك نحن لازم كتير نتدرب على التمارين والمسائل. وكمان نصيحتي لكم منشان يوم الفحص لازم تناموا بكير، وما لازم تسهروا ابدا بليلة الفحص منشان تفيقوا وتكونوا مركزين ومصحصحين ليوم الفحص، وما تتوتروا ولا تخافوا، لانه هو صدقوني كتير سهل الامتحان مثل ما قلت لكم، بس لازم تكونوا انتوا لازم تكونوا انتوا واثقين من حالكم وبس، موفقين يا رب.